طبعا كل شو هواي قالوا لي صورينا، يعني مش اصور لكم بس بعض شو اصور لكم. يلا شوفوا شنو شو اصور لكم. يلا شوفوا بس بعض. هي بيضة بيضة قاعد صورنا اياها ثلج ونزلين فيديو نزلناه بالقناة. وبعد المنظر شلون شكله بس شوفوا. اريد اوصل هذا الميز بس شلون اوصل له ما اعرف. راح اكتب ياي احبكم متابعيني، فعلا احبكم لان انتو اللي تعطوني طاقه ايجابيه فاحبكم. وبعدين شو نسوي لها بهذا الشكل ياي بس باعوا. بس شوفوا شوفوا، يعني أنا مستحيل أوصل هاي الصفحة مستحيل. أحلى مساء لأحلى متابعين، شلونكم حبايبي الغالين؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله يا رب الكل بصحة وسلامة. طبعا شفتوا أجوانا بالبداية، هم حبيت أنزلكم إياها بناء على طلبكم. واليوم فيديو راح يكون هم نوعا ما من نوع ان شاء الله هم يعجبكم، وراح نبدي بتفريزات رمضان ان شاء الله يا ربي يعود علينا بالصحة والعافية والسلامة. ان شاء الله رمضان خير وبركة طبعا مقدما، فاكيد راح نبدي بتفريزات بسيطة. نعم في مدى تشوفون بصراحة ابو علي جاب لي كمية مال البرتقال ولا لينجي، فقلت خلي افرز منه فشي بسيط، لان تعرفون انتو يعني احنا مو مال يوم هم فلان عصير برتقال. شفتون العام تفريزاتي وشفتوا انواع العصائر سويتها، فالمهم شفتها كمية كلش هواية فقلت خلي افرز. ف مثل ما قلت لكم فيديوهات السابقة، انا دائما البرتقال من اسوي اخلي ماكم علاقة طبعا على صفحة اليسرى واللي وقع هذا ماكم علاقة بي، احب اخلي ويا موز. طبعا جربوا قلت لكم كم مرة ذكرتوا هذا الشيء، جربوا الموز والبرتقال طعمه كلش طيب وبدون طبعا شكر، يعني نقول احنا عصير فريش يعني 100% ما بي اي اضافات، يعني جربوها همين لا تحطوا له شكر. بصراحة نحب العصير هيجي فريش بدون اي اضافات، واللي يحب شكر هم براحتكم. المهم هذا الشكل صارنا البرتقال وخلينا الموز فوقه وسويناه بالخلاط، وهنا راح نخليه بكياس. قلت لكم كمية عصير قليلة بس احنا نبدي من هسه، لان تدون الايام ما شاء الله يعني دا تركض ركض بصراحه ما نحس بيها حتى، فنبدي منها هسه شويه شويه. اكو شغلات يعني نحطها بالمجمده راح تفيدنا. شوفوا هسه ما سويت هواي، صارت عندي تلف كياس بالاضافه الى هاي الدوركه، اكيد لازم عائلتي هم يشربون عصير يعني مو بس التفريزات، فهاي هم مال يعني للايام راح يفيدنا. فهاي صار كان اول تفريزات لشهر رمضان، وانتظروا اكيد تفريزاتي اللي تعرفون بيا اني العام نزلت لكم كلش كلش هوايه، وراح اخلي لكم الرابط طبعا باول تعليق راح تستفادون منه، واكيد انتظروا تفريزات جديده. هنا حبيت هنا طبعا اسوي عنبر، راح نخلي اول شيء نص غلاس خل، اي نوع خل وغلاس مي حتى ليكون كلش حامض، وراح اخلي ملعقتين طعام البودر مال العنبر، وراح اخليه فور لحد ما يفور وخليه اطفي. حبيت هالمرة احتفل بعيد الحب بطريقة مختلفة، يمكن راح تشوفوها يجوز راح تضحكون، راح يعجبكم الفكرة براحتكم. عجبني احتفل بطريقة، اليوم صراحة بداية شهر رجب فما عجبني اسوي اي احتفال، احنا بداية شهر رجب نبدي بقراءة القرآن بالاستغفار، يعني ما حبيت اسوي بداية فد احتفال. يمكن شوفون الفيديوهات السابقة انا اسوي كل سنة، بس هالسنة ما عجبني بصراحة، بس حبيت فشي بسيط اسوي. فهنا سوينا اول شي صمون الحجري، وراح تشوفون صمون الحجري شلون سويته، وهم الطريقه مالته راح اخلكم اياها بصندوق الوصف اللي يريده. هنا طبعا مره ما سويناه خليناه غطيناه تقريبا خليته في نص ساعه لنص ساعه، ايش قد ما يرتاح عندكم الصمون الحجري راح يعطيكم نتيجه ولا اروع، واكيد انتم راح تشوفون اثناء الفيديو. فكان هذا غدانا يوم امس، حبيت انزلكم اياه راسا مباشره. طبعا عندي فيديوهات انا كلش هوايه
بس هذا حبيت انزله مباشره ورا عيد الحب حتى تشوفون شنو كانت تحضيراتي العيد الحب وشنو سويته. المهم هذا الصابون تقدرون تفتحوه بايديكم، تقدرون تفتحوه بالشيبك، بس الشيبك ما تفتحون لا تضغطون هواي عليه حتى الهواء لا يطلع من العجينه، يعني افتحها بالشبك بس برهاوة ايدي. سويت كمية قليلة، هذا كيلو بس ما شاء الله هم صار كمية خير من الله. كيلو هذا قدامكم خبطته اسمر وابيض. طريقته كلش سهل، العجينة مالته بس مي وملح ونحط له فشي بسيط من الزيت، يعني طريقته كلش سهلة. اهم شي الاختمار مالته، واهم شي شلون تخلوه. شوف هسه انا بالبداية شنكته وخليته يرتاح، ومرة ثانية فتحته وهم خليته يرتاح. مو مشكلة، خلي يطول عندكم بس راح يعطيكم نتيجة ولا اروع. عندي انا هذا شايفيته مثل المصفي، راح اخلي عليه ورق الزبده. طبعا حاطه انا الحجره مالتي مال بيتزا بالفرن. بالبدايه شغلت الفرن فوق وجوه، خليت الحجره كلش تحمى، وبعدين طفيته خليت بس الفوق. دام الذكروري راح يستوي، اكيد يستوي، دام يستوي قلبي فشي بسيط بس هو يستوي الافضل ان شاء الله، بس من فوق. هسه انا هنا الوجه خليت له طبعا حاطه طحين ومي، وخليت له شويه زيت، واكيد راح نخليه رشه السمسم للوجه، وراح يعطينا حتى نتيجه كلش كلش حلوه. يعني قلت لكم احنا دائما نقول تبا للغربه، تبا للمستحيل. هذا هسه صمونا خليناه بالفرن، وهاي همين راح نخليه بعد هم صمونتين. هم طريقه سهله، يعني حتى انتو اللي بالعراق طريقه كلش سهله، اكو شغلات واحد يقدر يسويها بالبيت. دائما اذكر لكم اياها، ماكو داعي واحد يشتريها، ولو انتم ما شاء الله صمون حجري موجود عندكم واسعاره مناسبه. بس هنا احنا بالغربة هاي الامور راح تستفادون منها. وهنا قلت لكم هذا الوجه مالته، اكو قسم يحطوا له حليب، انا لا، هذا طحين ومي وشوية حطيت له زيت هالمرة حتى يطي وجه شوية بلمعة، ورشة سمسم، وراح اراويكم. بس باعوا انتو النتيجة شلون طلعت. شوفوا يا عيني يا عيني، غير يخبل صار، يعني هالمرة صار رمون هالمرة صار صمون ولا اروع. طبعا يعني صدق صمون حجري عراقي 100%. وهاي قدامكم، وهسه راح اخلي لكم همين شكله من بدايه. شوفوها الثاني هاي ليش تفيدني، شوفوا راسا حتى ارفعها واخليها على الحجره، حلو يعني لا شيليها منا منا ولا ابد. وهسه راح اراويكم اياها يعني الطريقه مالتها من البدايه لحد ما تنفش وتصير عندنا تخبل. شوفوا يلا هسه شوفوا الشكل وباعوا قدامكم. طبعا كلها تنفش وكلها تصير شكل واحد، يعني صغر صمون ولا اروع. يعني هاي مرات عندنا فلافل، اكو امور تحتاج صمون حجري، فيلا ها قدامكم شلون يعني الله عليكم غير صار صمون يخبل، يعني كل نفس النتيجه وكل نفش، يعني صار ولا اروع. وهذا صمونه هسه هم كمل، وشوفوا شحالاته يخبل. يلا شوفوا شلونه. هسه عندي هاي الفلافل، يمكن تذكرون قبل فتره انا سويت فلافل وقلت لكم فرزت منها. شوفوا ان شاء الله التفريزات ايش قد تفيد. بصراحة طلعت الفلافل لأن ملينا من شغلة النواشي في المرق، فقلت لهم خليهم فلافل. خليت عليه بهارات مع الفلافل، أكيد راح تقولوا لي ما عندنا بهارات، أي نوع بهارات فشي بسيط. أهم شي الكمون، طبعا تنسون أي شي قلت لكم بيه بقوليات، الكمون لازم، شوية كزبرة، وشوية فلفل أحمر حار بس فشي كلش كلش بسيط، وأكيد الملح. طبعا جربوا هاي الطريقه، جربوا طريقه الفلافل، وهم راح اخليكم طريقه الفلافل بصندوق الوصف، لان انا سويتها سابقه. وخليت له شويه سمسم، ونخلي له شويه مي، لان عجينه كل ما تكون شويه بهلين تكون افضل. وقلت لكم انا اخليه بيكنج باودر، ابد ما استعمل الصوده، الصوده تخلي الفلفلايه يصير لونها على سواد، بس احط البيكنج باودر راح تظل نفس اللون. وهواي قالوا لي زين الطعم، نهائيا ما بيطعم، بالعكس اصلا تحطين بيكنج باودر بالمواد ما بيها طعم، بس الصودا الطعم مالته كلش كلش ظاهر. المهم راح اخبطه بهذا الشكل، واذا اشوفه يحتاج ماي خلي ماي، المهم تكون عجينه نوعا ما لا كلش متلابسه ولا لينه، شويه يعني وسط حتى تكون بطنها من قليها ظل هشه. وعندنا اكيد هاي، طبعا هاي زوداها من العراق بوقتها اهلي مال الفلافل، هي صحيح انها طبعا هي موجوده، بس انا بصراحه بالبدايه ما عندل وما معروفه، دزوليها من العراق. واكيد احنا حاطين الزيت، الزيت نخليه يكوي وبعدين نخليه على نار وسط، ما تخلوه كلش عالي. هسه بدينا نقلي، ولازم هم زيت كلش هوايه حتى تتقلى يعني الوجه والظهر والبطن كلها تتقلى سويه. وقلت لكم اهم شيء ما تكون النار كلش عاليه، يعني نخليها بدايه عاليه بعدين نصيها حتى يستوي البطن مالته. وهسه كملنا، وطبعا سويت وياها حمص بطحينه، واسفه طبعا ما صورتها،
بس هم راح اخلي لكم الطريقه مالته بصندوق الوصف. سويت قلب احمر بحمص طحينه وهاي الفلافل. طبعا هاي الفلافل ما انا سويته بصراحه، للاسف ما صورت علاوي، لان علاوي هو سوى فلافل، هو اللي قلاها. صح بداية انا قليت، بعدين قال لي ماما اخرى انا قليها، فهاي تقلع علاوي هو قلاها، وهاي الفكره مال القلوب هو سواها. شوفوا وسمع قرمشة، شوفوا شلونها، يلا شوفوا حتى لونها يعني حلو، مو كلش اخذ لون غامق. فهاي فكرة علاوي انه يسوي قلوب مال فلافل، وانا خليت القلب وهذا صمونا شعلاته يخبل. يلا شوفوا قدامكم، يعني حبيت اسوي فكرة جديدة بعيد الحب، لا كيكة ولا حلويات ولا اي شيء. سويت قلت لكم حمص بطحينة، فعلاوي قال لي ماما انا حسوي الفلافل، عندي قالب بلاستيك وسوا، وشوفوا صمونا الله عليكم، شوفوا يعني ولا اروع، يخبل طبعا صار. اتمنى هم تجربوا حبايبي. هذا الفيديو شان اليوم مالتنا، حبيت انه يعني اعطيكم فكرتي وشنو سويت انا بالعيد الحب. اتمنى نال اعجابكم، لهنا ولكم مع السلامه للجميع.